هي الملفات كتيره داخل النادي الاهلي، ولكن الله يكون في عون الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اللي عنده اجتماعات بشكل دوري واجتماعات شبه يوميه عشان قلبه على النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب اكيد نفسه النادي الاهلي تحت ولايته يبقى افضل نادي مش بس في مصر، اللي حقق بطولات كتيره جدا عالميه، والحقيقه شايفين طفره النادي الاهلي واخد برونزيتين في كاس العالم للانديه، امور كتيره جدا، حصول طبعا النادي الاهلي على 2 دوري ابطال افريقيا، بيخسر الثالثه في النهائي، كل الامور دي لا تقلل من النادي الاهلي لو خسر بطوله محليه، لان دي في الاخر سنة الحياة، لازم في كسبان ولازم في خسران، بنقول للخسران هارد لك وبنبارك للكسبان. ولكن هرجع للكابتن محمود الخطيب اللي عنده جلسات شبه يومية مع طبعا كوادر مهمة في النادي الأهلي اللي موجودة في لجنة التخطيط زي الكابتن محسن صالح، زي الكابتن زكريا ناصف، كل الأمور دي مع واحد كمان من أبناء النادي الأهلي اللي موجود في مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن حسام غالي. فبالتالي الاجتماعات كلها بتتناول أكتر من شق، يا إما شق فني يا إما شق إداري يا إما أبعاد تانية كمان داخل إدارة النادي الأهلي مختصة بالتعاقدات، طبعا بحضور واحد زي أمير توفيق مدير التعاقدات. الأمور دي كلها عشان نكون بصدد انتظار إعلانات أو إعلان رسمي من النادي الأهلي في نهاية الموسم عن أمور كتيرة جدا وملفات، ويعني أمور أعتقد أنها قد يكون فيها مفاجآت بشكل كبير جدا في نهاية الموسم، على حسب طبعا التصريحات من مجلس إدارة النادي الأهلي أن عقب انتهاء آخر مباراة هيكون النادي الأهلي بصدد الإعلان عن قرارات عديدة. أكيد كلنا متشوقين نشوف إيه القرارات دي، وأكيد أعتقد وأؤكد أنها كلها تكون في صالح النادي الأهلي، لأن لما يكون في لجنة تخطيط بالأسماء اللي أنا قلتها فبيكون قلبهم على النادي الأهلي وبيروحوا بيتناولوا الحاجة الصغيرة قبل الحاجة الكبيرة كمان. نروح لخبر تاني ونطمن كده جماهير النادي الأهلي على عمار حمدي واللي هيكون بيسافر للنمسا من أجل الخضوع لفحوصات أخيرة لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك اللي سبق وأغرى معاه جراحة الرباط الصليبي في فبراير اللي فات، وانتهى عمار حمدي تقريبا من برنامج العلاج والتأهيل من جراحة الصليبي وخلاص أصبح تقريبا جاهز لخوض آخر مراحل العلاج من الجراحة والمشاركة في التدريبات الجماعية. بيطمن عمار حمدي خلال يعني رحلته للنمسا كل الجماهير عن حالته مع الخبير فينك ومعرفة كمان متطلبات المرحلة اللي جاية علشان يكون جاهز للمشاركة مع الأهلي في فترة الإعداد للموسم الجديد بإذن الله، عودة حميدة بإذن الله للاعب، وإن شاء الله تكون كده بدون أي إصابات مرة تانية، يكون فترة تأهيل جيدة خضها اللاعب علشان إن شاء الله تكون العودة بدون أي أزمات مرة تانية في إصابات ولا أي يعني مشكلة تكون بتحصل بسبب أي إصابة سابقة.